سباق. هي المفروض انها عربيه سباق لفرد واحد بما انها عربيه سباق، لكن مين بقى اللي شارك في الموضوع ده؟ شارك في تنفيذ المشروع ده 28 واحد خريج هندسه طبعا، واشرف عليها 3 من المعيدين ودكتور برضو في كليه الهندسه. خلونا نعرف اكتر على الموضوع ده ونشوف يعني ايه تصميم وتصنيع، وهنقدر ان احنا ننفذه في مصر ولا هو مجرد مشروع دخلنا بيه مسابقه وفزنا فيه. عشان نتكلم على الموضوع ده هيكون معانا احد اللي قاموا على تنفيذ هذا المشروع، او مش احد، هو 3 من اللي قاموا على تنفيذ هذا المشروع، وهو معتز بالله مصطفى. صباح الخير. صباح النور. باش مهندس طبعا. الحمد لله. وباش مهندس احمد محمد احمد، صباح الخير. وباشمهندس سيد عباس الحسيني، وانت معيد وكنت مشارك معاهم في المشروع والاشراف على هذا المشروع، صباح الخير عليكم ومبروك. الله يبارك في حضرتك. الف مبروك. مش عارف ابدا بالطلبه ولا المعيد؟ لا هو اكبر مقال. انت خايف؟ لا مقال بس. طيب باشمهندس سيد، يعني الحقيقه فكره ان احنا نتكلم عن عربيه سباق ذات مقعد واحد، ليه ما فكرتوش في موضوع تاني؟ يعني يكون عندنا سياره مصريه، يعني ليه بدايه من هذا يعني الحيز فقط؟ هل هو ده شروط المسابقه؟ فعلا هو في مجموعه من القواعد، يعني دي مسابقه عالميه، بتكون المسابقه دي في انجلترا، في رولز بنمشي عليها عشان كل الجامعات يكون السباق او الايفنت اللي بيننا يكون على قواعد ثابته، ويكون يعني في رولز بنرجع اليها في التحكيم او في الحكم على العربيه دي. والموضوع مش فري، فنتيجه القواعد والحاجات اللي عندنا دي والرولز اللي عندنا بنرجع ليها ونعرف نصمم، يعني نشوف. طيب هو قبل ما نروح لمعتز واحمد، انتم المفروض انكم عرفتوا انكم هتشاركوا في المسابقه قبلها بقد ايه؟ لا هو الفكره كانت من حد من عندنا، واحنا اللي بنبعت نقول لهم احنا عايزين نشترك مع عندكم. قبلها بقد ايه بقى؟ تقريبا اقل من سنه. اقل من سنه. ده وقت كافي فعلا معتز ان انتوا تبتدوا تشتغلوا على مشروع زي ده؟ والله واحنا ضغطنا كتير في الوقت على كذا مرحله، لان هو الموضوع ابتدى من شهر 10 تقريبا، قررنا ان احنا ندخل، فابتدينا ناخد الموضوع تصاعدي. الاول عدينا على المعيدين، بعد كده الموضوع اتصاعد للدكتور رضا عبد الهادي، وبعد كده العميد الكليه الاستاذ الدكتور سمير الدمرداش، بعد كده عدى على نائب رئيس الجامعه، بعد كده لغايه لما وصل رئيس كل الجامعه. المهم في الاخر بقى في عربيه يعني. فهو اصلا يعني احنا خدنا وقت، اتاخرنا شويه في الفلوس ان هي تيجي، لان طبعا الموضوع تكلفته كبيره شويه. فده اخرنا، وطبعا ضغطنا جامد في الوقت يعني، بس الحمد لله قدرنا ان احنا نخلص العربيه ونسافر بيها. طيب وصفت لنا المعاناه يا معتز، خلينا نروح لاحمد. مبدئيا شغل التيم ورك مش دايما بيكون ناجح عندنا في مصر. بالضبط. مين اللي اختار ال 28؟ مين اللي قال ان المعيد الفلاني والمعيد الفلاني والدكتور؟ جبتوا التمويل منين؟ في الاول خالص احنا فتحنا الموضوع للناس كلها، اللي عايز يتطوع يدخل في الموضوع يدخل فيه، خصوصا ان هو كان نشاط بجانب نشاط التخرج بتاعنا، فده زي حمل زائد او اوفرلود على الناس كلها. في الاول خالص احنا اخترنا دكتور وليد، باعتبار ان هو واحد من اكتر الناس اللي لسه ان تاتش مع الناس اللي بره، الناس اللي لسه اب تو ديت. اخترنا المعيدين الثلاثه اللي معانا، باشمهندس سيد، باشمهندس محمد طايع، باشمهندس محمد مجدي، باعتبار ان هم اكتر 3 معيدين احنا ممكن نقدر نشتغل معاهم. التمويل بدا ان احنا لما شهر واحد الناس بره وافقوا ان احنا ندخل معاهم في المشروع السنه دي او في المسابقه السنه دي، بدانا نلف على الشركات، عايزين نبدا نحط البادجت بتاعنا، احنا عايزين قد ايه، عايزين كام بالظبط. وصلنا في بعد كده شركه واحده من اكبر شركات الطيران الموجوده في مصر، واحده من اكبر شركات العربيات الموجوده في مصر، هم اللي قاموا بالتمويل بتاع الموضوع. باشمهندس سيد، يعني ربما هيكون معانا صور توضح الفكره، يعني عشان برضو احنا عمالين نتكلم، بس اكيد لما هنشوف المشروع هيبقى شيء جميل ورائع. لكن خلينا نبتدي بقى الخطوات، بداتوا منين بالظبط وخد قد ايه وقت واشتغلتوا عليه ازاي؟ هو في البدايه كان الموضوع موضوع التيم ورك، ان احنا الاول لازم نكون تيم ورك يعرف يشتغل مع بعضه، يبقى في انسجام وتوافق بين التيم، بين التيم كطلبه والدكاتره والمعيدين. تاني بعد كده بدا الموضوع ان احنا نجيب كتب نقرا منها، نوزع الجوب لكل تيم، يعني قسمنا الموضوع لستة جروب، كل جروب يشتغل في اريا معينه، كل واحد ياخد الاريا بتاعته يبتدي يتعمق فيها. بعد كده بدا الموضوع التنفيذ، بدانا نشوف التنفيذ هيتم ازاي وايه مشاكل التنفيذ. طب يعني مكونات السياره، خلينا نتكلم شويه، مكونات السياره هل انتوا اشتريتوها من بره، استوردتوها ولا صنعتوها؟ هو في اجزاء طبعا بنشتريها من بره ما نقدرش نعملها هنا، وفي اجزاء احنا بنقدر نعملها ان شاء الله في هنا في مصر.
وبس يعني الانجن ترانسميشن هما بس اللي بتعمله في مصر، بعد كده باقي المكونات تقريبا كلها معموله جوه مصر. طيب نروح لمعتز، انت كنت مسؤول عن اي قطعه بقى في السياره؟ هو انا كنت في جزئين، انا كنت مسؤول في جزئيه نون تكنيكال، كنا بنروح نتكلم لسبونسرز والاعلام والجرايد والكلام ده، وكنت وكنت شغال برده في شغلانه سهله دي والله مش قوي يعني، لان هو الموضوع مهم جدا اللي كان يقدر يجيب الموضوع الفلوس. وبعدين رحنا بعد كده كمان اللي ساعدنا برده في موضوع الطيران كان سياده الوزير احمد شفيق، رحنا برده قعدنا معاه وساعدنا ان هو جاب لنا تذاكر مجانيه. ده كان جزء من الشغل. وكان في جزء تاني اللي هو كنت مسؤول عن منظومه نقل الحركه من اول المطور لغايه لما الحركه توصل لغايه العجل ورا. نقل الحركه اللي هو برضه وصف لنا منظومه نقل الحركه اللي هي ايه، الفيتاس مثلا ولا ده الانجن والفيتاس اللي هو الجير بوكس الموتور يعني المحرك المحرك وصندوق التروس. احنا معانا صوت ليك كده بتشتغلوا على الموضوع دي كان في مرحله بقى متقدمه قوي بتاعي. ده اختبار كنا بعد كده بيبتدي يميلها العربية كده زي ما حضرتك شايف. بعد كده بيبتدي يميلها على 60 درجة عشان نشوف لو في العربية لو هتتقلب، فكتب العربية أصلا مش آمنة إن هي تمشي، لأن عربية السباق أمر وارد إنها تبقى بتميل شوية بسبب السرعة بالظبط. وإن هي كمان بيتأكد إن مفيش أي تسريب في أي سائل من العربية. واستكمال كلامك وحسأل أحمد، الحقيقة اللي راح سباق سيارات بالشكل ده والحجم ده يعرف قد إيه المسألة مش سهلة، يعني عربية زي دي بتاخد مجهود ومحتاجة إتقان غير طبيعي. بالظبط، عشان دي الغلطة في حياة البني آدم اللي بيسوقها على طول. لازم السيفتي تكون فيها عالية جدا، التكنيكاليتي لازم تكون عالية جدا عشان عربية سباق. طب احنا كنا داخلين مع كام دولة تاني في المسابقة دي أو كام جامعة؟ احنا كان في حوالي 28 دولة، كان في حوالي 119 جامعة موجودين في المسابقة. احنا جامعه حلوان خدت المركز ال 74، وده يعتبر جامعه اول مره جامعه من الشرق الاوسط ومن افريقيا توصل تاخد تقريبا، ده احسن رانك وصلته جامعه اول مره تشارك. زي ما بنشوف دلوقتي زي ما معتز قال الاختبارات مش سهله، الاختبارات فيها مراحل كتير جدا. بتهيألي يا باشمهندس الناس دي ما عندهمش مجاملات، يعني الانجليز مش هيجاملوكوا لو في اي مشكله. ايه كان تعليقاتهم على تصميمكوا يعني من حيث الشكل المضمون اللي جوه العربيه، يعني هل في كان تعليقات يعني فادتكم؟ طبعا هو الناس كانت مبسوطه الاول بينا جدا باننا في دوله مش مصنعه للسيارات واول مره تيم يخش، فالناس كانت مبسوطه جدا بينا، وكانت التعليقات كلها ايجابيه وفادتنا. بحيث ان احنا ان شاء الله السنه الجايه تبقى كل التعليقات اللي هم او التعقيبات اللي هم ادوها لنا ناخدها في الاعتبار ان شاء الله، ويكون المره الجايه احسن من كده ان شاء الله. احنا بنقول كام جامعه دخلت في المسابقه؟ 119 واحنا طلعنا ال 74. طيب ال 73 جامعه ده شغل اولياء الامور بقى، كانوا احسن مننا في ايه؟ هو احنا بصراحه احنا عملنا شغل كتير جدا، ممكن يكون في ناس تانيه اشتغلوا اقل مننا وخدوا رانك اعلى مننا، بس مشكلتنا ان احنا ما كناش عارفين نظهر شغلنا ازاي. يعني مشكله صغيره ان احنا عايزين نرتب ورقنا ونشوف نعرف شغلنا كويس ودوت. يعني هي كانت المشكله تقنيه وهندسيه ولا المشكله كان في ازاي احنا بنعلن عن منتجاتنا؟ لا، هو كموضوع احنا صممنا، فالستيبس اللي احنا صممنا من خلالها ما يعني ما عرضناهاش بالطريقه اللي احنا يعني بالخبره اللي الناس قبل كده كانوا موجودين فيها. ليه؟ هل المطلوب مننا لما بندخل مسابقه زي دي ان احنا نبقى قاعدين نوصف، ولا هم بيجربوا ويشوفوا المنتج اللي احنا عملناه؟ لا، هي عباره عن شقين، الشق الاول المنتج معايا، وفي نفس الوقت البيبرز والرولز اللي انا مشيت عليها والديزاين اللي انا عملته، والموضوع مش المنتج بس. طيب معتز لا هو بس طيب وانا ممكن اضيف على كلام باشمهندس سيد، هي لو احنا عايزين نلخص المشكله كلها هو فرق امكانيات. احنا بنتكلم في ميزانيتنا احنا كانت 350 الف جنيه مصري، الجامعه اللي كسبت كانت ميزانيتها 3 مليون يورو. اللي كسبت لا انتوا كده مش كده، اللي طلعت كام؟ اللي طلعت الاولى طبعا واخده 3 مليون يورو، وهم شايفين ان ميزانيتهم غير كافيه خلاص. بالاضافه للمكن والامكانيات والكلام ده. بمناسبه الفلوس التمويل، في اسئله جات لنا من خلال الموقع الالكتروني بتاعنا بيتكلموا عن نوعيه الجائزه، هل كانت جائزه ماليه ولا معنويه؟ لا، هو احنا خدنا جائزه من شركه اسمها فانكوش ديفلوبمنتس، جائزه بيست نيو كامر، بحيث ان احنا يعني هم شافوا ان احنا جامعه جايه من مصر ومن بره الاريا خالص بتاعت التصنيع السيارات، وجينا وعملنا كده. كل الجادجز كانوا بيقولوا ان انتوا المفروض ان احنا نهنيكوا لمجرد ان انتوا جبتوا عربيه وجيتوا. يعني برضو احمد بيسالوا الجامعه ساهمت، انتوا قلتوا في الاول ان وزاره الطيران، هل الجامعه ساهمت بفلوس؟ هي الجامعه ساهمت فعلا بمبلغ في الاول يعني كدعم منها للمشروع،
بس البادجت الاكبر او النسبه الاكبر من الفلوس اللي جت من الشركات بره. الجامعه ساهمت بكام؟ مش لازم سؤال يعني، بس هو الموضوع معنوي اكتر من الجامعه، اكتر من ان هو مادي يعني. معانا الحقيقه تعليق ظريف دعاء من الاستاذ اسماعيل عبد المنعم، موضوع ضابط لاسلكي بيتكلمنا وبيبعت لنا دايما من البحر المتوسط، هو يبدو ان هو على مركب جوه البحر، يعني بيقول احجزوا لي سياره من دلوقتي يعني من ايد اولاد بلادي، يعني شوفوا قد ايه انتوا الناس متفاعلين معاكم. يعني هو فعلا ان شاء الله يعني الموضوع اصلا ان هو كنت حضرتك سالت سؤال في الاول بالنسبه ليه تصنيع سياره سباق. هو معروف في مجال السيارات ان هو اصعب حاجه في مجال العربيات في التصنيع هي عربيه سباق، بعد كده عربيات النقل، بعد كده العربيات الملاكي العاديه. فهو ان شاء الله يعني عندنا امل ان احنا اصلا في مشروع ان احنا نبتدي ننتج من نفس العربيه دي ونعمل بيها ايفنت في مصر. عربيات النقل ليها سوق على فكره في السنين الجايه جامد. ما احنا ان شاء الله هنشتغل فيها بالنسبه لموضوع تحويل التريلر السيمي تريلر فان شاء الله موجود. طيب يعني باشمهندس احمد، كلمنا على انت شاركت بايه في تصميم السياره، وفي نفس الوقت انت سياره ملاكي عاديه وهتتكلف كام؟ ونصنع سياره ملاكي عاديه وهتتكلف كام؟ بالنسبه للجزء الاولاني ان انا كنت موجود في الجزء التيم بتاع الفريم اللي بيصمم البادي نفسه بتاع العربيه والفريم الاساسي اللي بيتحط عليه كل المنظومه بتاعه العربيه، وكنت برضو مع معتز في الموضوع بتاع اللي احنا بنشوف سبونسرز او كده في الموضوع بتاع الاو تي او الاورجنايزيشن تيم. وبالنسبه لحته ان احنا نقدر نصنع عربيه في مصر ولا لا، دي ليها اكتر من شق. الشق الاولاني اللي هو الشق الهندسي، بالنسبه للشق الهندسي احنا نقدر نعمل عربيه في مصر. ما هو ده اللي احنا بنتكلم فيه اصلا. ايه بقى الشق الثاني؟ الشق الثاني شق تجاري. الموضوع انك عشان تنتج عربيه في مصر محتاج لازم تنتج ماس برودكشن عالي، عشان الشركه اللي هتنتجها يعني بتستثمر فلوس، فالفلوس دي لازم ترجع ببروفيت بعائد. لازم ارقام الانتاج مش كده يعني، لو حد دخل في مشروع زي ده ممكن تجيب فلوس زي ما الشركات الثانيه بتجيب. حجم السوق المصري قليل. بالظبط حجم السوق. لا حجم السوق المصري قليل بالنسبه لا حضرتك الكم العربيات ده بالنسبه لاي شركه مصنعه للسيارات هي يعني. احنا اصلا كل الوكلاء بتوعنا ما بيطلبوش حصه من السوق، هو بيبقى طالب يعني، هو بيبقى مثلا وكيل اقليمي وانا باخد حصه من حصته اللي بياخدها من الشركه الام. لان احنا الحجم بتاعنا قليل، انت مثلا بتستورد 10,000 عربيه. احنا عندنا حلم ان يكون عندنا عربيه مصريه. بالظبط، ما احنا لازم يكون عندنا حلم عشان بعد كده نقدر نصدر. هو الحلم موجود والا ما كناش هنستفاد. بس هقول لك، وبعدين بما ان كان في شركات المفروض ان هي ساهمت في انها تديكوا دعم مادي، يعني احنا بنتكلم ان في شركه في ان يكون عندنا تصميم وتصنيع، يعني احنا بنتكلم ان في شركه سيارات كبرى دعمت هي كمان. شركه السيارات الكبرى وهي بتدعم اكيد ما كانتش بتدعم كده ببلاش. اكيد ان هي عايزه يكون في نتيجه. كانت ايه النتيجه طيب اللي هي عايزاها؟ هي النتيجه او الهدف الاساسي بتاع الشركه اللي كانت دعمتنا، انا ما اقدرش اقول، ما اعرفش اقول اسمها ولا لا. لا لا ما تقولش. اوكي كده يبقى اعلنته جاي. الهدف ان هو كان يبقى يطلعوا مهندس احسن للسوق، يطلع ناس بدل ما هو راجل مجرد ان هو راجل خارج يعمل سيرفيس او يعمل خدمه فقط لغير ما بعد البيع، ان هو راجل لا ده راجل قدر يكسر حاجز اللي بيننا وبين الناس بره، قدر يبقى مهندس بجد اللي هو الليفل اعلى من الهندسه. الحقيقه احنا سعداء جدا بيكم، ووقتنا للاسف انتهى، لكن انا الحقيقه دايما ببص لقدام وماذا بعد الخطوه دي، خطوه مهمه جدا، لكن ان شاء الله يكون في خطوات ثانيه جميله، وان شاء الله يكون مستقبلكم في المجال العملي اكثر نجاحا ان شاء الله. بشكر جدا معتز بالله مصطفى، الباشمهندس معتز بالله مصطفى، باشمهندس احمد محمد، والباشمهندس دكتور سيد عباس، شكرا لكم الف مبروك وبالنجاح والتوفيق. شكرا جدا. شكرا لكم. مشاهدينا الكرام احنا مستمرين مع حضراتكم، لكن دلوقتي بسرعه هنروح نشوف اخر اخبار مصر والعالم في استوديو الاخبار مع عصام الفرماوي. صباح الخير يا عصام. صباح الخير يا ياسر، وصباح الخير لكل الزملاء، وصباح الخير اعزائي المشاهدين في كل مكان، مع اخبار الثامنه صباحا تاتيكم من القاهره. ادان مايك هامر المتحدث باسم مجلس الامن القومي للبيت الابيض ادان الهجمات التي شنها الجيش السوداني